السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخشي الاوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو، ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الاول ابتدائي من كتاب دير فيغ اجير. اذا غادي نشوفوا ايفالياسيون سوتيان اي كونسوليداسيون، غادي نشوفوا لا ليكتور باج 102 يونيتي 5. اذا دعم وتقويم، لدعم وتقوية. إذا الصفحة القراءة الصفحة 102 الوحدة الخامسة. إذا كما تشوفوا في الليكتور عندنا دائما في لو تيم ديالنا لونفيرونمون البيئة عندنا ايفالياسيون سوتيان اي كونسوليداسيون. التمرين الأول قالك جونتور، يعني أحيط بدائرة جونتور اون فيغ بالأخضر لو مو كي كونتيان لو سون د اللي تي انفير لومو كي كونتيان لو سون د، فين شفنا لو سون د غادي ندورو عليه بالاخضر. اون روج لومو كي كونتيان لو سون اي، اذا سو فورم ديال او دونك بالاحمر. عندنا فومي فومي، اذا فو 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 فومي او هي او دونك فومي، اذا بالاحمر. جاردان جاردان لو سون د، اذا جاردان بالاخضر. ديندون ديندون، اذا بالاخضر. عندنا لون لون لو، اذا عندنا لو سون او او لو سون او. لون لون دونك بالاحمر. جو كولوري الون اون فير بالاخضر لا كاز دو لا سيلاب كي كونتيان لو سون د، بالاخضر الخانه اللي فيها لا الصوت د، وبالاحمر لا كاز دو لا سيلاب كي كونتيان لو سون او سو فورم ديال U. دونك اذا كما تلاحظوا هنايا جاردا جاردا، دونك هنايا بالاخضر. تورتو تورتو، اذا هذه بالاحمر. دونك الا ما كانتش باين لا كولور دونك نحاولوا ناخذوا الاخضر، هو لو فير. دونك هنايا لو فير. دونك وبالنسبه احمر عندنا هنايا غادي تلونوها نتوما، راه ديجا ملونه غير اللون الا ما كانش باين، كان ليا الا ما كانش باين باش يبان لكم مزيان وصافي. دونك عندنا جاردان هو لو سوند بالاخضر. تورتو عندنا او، اذا هنايا بالاحمر تلونوها، تلونوا هذه بالاحمر. وهنايا عاوتاني فومي فو، اذا تلونوا هذه بالاحمر. جولي اقرا. دو مو نو لو بو دا دي دو دو دو. جو ريبيت اعيد. دو مو نو لو بو دا دي دو دو دو. قراو هاد لا فراز. لا دام دون اون بانان ا اديل. La dame donne une banane à Adil. إذا السيدة تعطي موزة لعادل. La dame donne une banane à Adil. La dame donne une banane à Adil. دونك كما شفتوا هذا هو الدرس ديالنا، كنتمنى تكونوا فهمتوا قريتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمو في القناه، مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، تلقاو اللين ديالنا في الديسكريبسيون، سواء ديال الفيسبوك سواء ديال الانستغرام، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.